مخرج وممثل إماراتي نحبه ونقدره، هو من الفنانين اللي من زهرة الخليج نتبع أخباره وأعماله. ومن المعلومات المهمة اللي عرفناها بأن هذا التاريخ نوفمبر 19 غير عادي لهذا السبب، ونقول كل عام وانت بخير للفنان حبيب غلوم والهز توينز سلطان وجوجو. جميل جدا لما الفرح يصير ثلاثة ولعب مع الصغار. جوجو تعالي بابا، play together بابا. سنة بعد سنة قاعدين نكبر، ولكن مع حبيب غلوم الأمور لا تجري هكذا، ففي كل فترة نستمتع بعمل جديد له، مثل 11 يوم، أنا مبراد البلاد إلا وأحمد ولدي وياي، سمعت؟ زقوم، واليوم ربنا ابتلانا من جديد وإحنا راضين، راضين بنصيبنا. شيء من الماضي، هارون الرشيد and many more. مستعد أسوي أي شيء علشانك وعوضك عن كل الأيام اللي راحت. حبيب غلوم يرى الحياة هي تجارب، وهدفه في كل سنة تمر أبغي أتقدم للأمام. المهم عنده نوعية الأعمال أكثر من الكمية. احنا نتأنى، هكذا يختصر حبيب هز كرير، ونحن نتمنى له من زهرة الخليج العمر هذا الطويل. شكرا لك دكتور، وعرفت شو اللي نبغى نقوله؟ لأنك مش بعيد عن البرنامج ولا عن مجلة زهرة الخليج. احنا جيلنا كبر مع زهرة الخليج، اليوم صحيح هي تحولت إلى وسائل تواصل مختلفة، لكن احنا كنا لما نحط المجلة بين إيدنا كورق نعرف قيمة هذه المجلة. ونحن معك دائما، ومن أعمالك اللي ننتظرها على طول مرة ثانية نقول لك هابي بيرثدي. شكرا لكم على ما قدمتم في السابق وما تقدمون اليوم، والله يوفقكم.